هذا سائل يقول: أتيت إلى مكة بنية العمرة ولكن بدون إحرام، وذلك لأني كنت حائضا وبعد الطهر أحرمت من التنعيم وأديت العمرة، هل عمرتي صحيحة أم يلزمني شيء؟ العمرة صحيحة لكنها ناقصة، لأنك تركت واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وأحرمت من التنعيم، هذا ما يكفيك، فعليك فدية. العمرة صحيحة وعليك فدية عن ترك الإحرام من الميقات، وهذا غلط. الواجب أن الحائض اللي تنوي العمرة تحرم من الميقات وهي حائض، تبقى في إحرامها حتى تطهر ثم تدخل المسجد الحرام وتؤدي العمرة. أما أنها تعدى الميقات وهي ما أحرمت وهي تريد العمرة تحرم من التنعيم، هذا غلط. نعم.